مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله. واحب افكركم مين اللي مكمل معانا من امبارح. معانا اسره الاستاذه ايلا واخوها الاستاذ اسر ومامتهم ايمان وباباهم اسماعيل، ومعانا كمان اسره الاستاذ تميم واخوه سليم ومامتهم انعام وباباهم رزق. احنا مكملين تحديات ولعب وحركات، بس تعالوا الاول نفتكر مع بعض حصل ايه امبارح. قولي مين اكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ صاحبه في الشغل. برافو يا سليم. بابا بيشجع فريق ايه؟ الزمالك. بطلة قصتنا يا اصحابي هي المشكلة. جينا بقى للعبة الأولى أو الحجلة. مين بقى ما لعبش الأولى وهو صغير؟ لعبتوها طبعا، لعبة بابا وماما دي. اسمها إيه؟ سيجة الصعيدة. سيجة الصعيدة؟ سيجة صح، كانوا في بعض المناطق بيسموها السيجة. صحيح، هي عليها أسامي كتير، المهم نبقى عارفين نلعبها إزاي. عارفين؟ عارفين. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا نبتدي الفريق الأصفر على طول. يلا أستاذ سليم بقى. ماشي يا تميم، يلا. والله ما أنا كسفاك. الخمسة. هتسكيب الخمسة. برافو. ماشي. لا مش لا لا حرام بقى، حرام. حرام احنا عندنا حرام اعملي البكرة. برافو. يلا لين. هات يلا دي. دي يا سليم. استنى استنى. يلا يا سليم. يلا يلا يا سليم. هنخلص الأول. أيوه. يلا. الستة. برافو. جامب. برافو برافو يا سيمو. ايه الحلاوه دي؟ برافو. ايه الرشاقه دي؟ والنبي شاطر. برافو سليم. يلا يا بابا اديها لبابا. كده الاسره دي سليم عدى وتميم عدى. ماشي يلا الثانيه. ايوه يا بابا. برافو يا بابا، الله اكبر. بابا ارجع يا بابا. معلش بتحصل في احسن العائلات، نسيت بقى ما احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين. خلاص انت عايز تعدي ترجع؟ ارجع. ما انت خسرت اصلا. خلاص كده؟ معلش انا اسفه. انا اسفه. طب يلا يلا يا استاذ. يا نهار ابيض على الصغنن ده. احنا في عند التو. بقت 3. ما تدوسيش على 3. يلا رجل واحده تعرفي؟ جاتي ناس. برافو. يلا هننط بقى على. ايوه برافو. يلا كملي. برافو. 1 و2. برافو. لفي بقى لفي. شاطره. يلا يلا. برافو. لا لا ماشي يلا. ماشي معلش. يلا جمبي جمبي بالاثنين. يلا على الاثنين. برافو. يلا اللي بعدها سكيب بقى الثلاثه. يلا يا لينو. برافو. برافو. معلش معلش. هنعديها كل ده هنعديه. لا برافو. مش هنعديها. معلش 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 عشان خاطر انا عشان خاطر انا معلش. يلا يا سوري روح هات الاسم. معلش ما عديت لك حته. معلش معلش. يلا يلا سبعة اخر واحدة. برافو. 2 3. برافو كده على رجل واحدة هنلف. الله ينور. لا ماشي على رجل واحدة. ها ها رجل واحدة رجل واحدة رجل واحدة. برافو يا سوري. يلا عدي. يلا يا بابا اخر حاجة خالص. هنشوف بقى متعادلين لغاية دلوقتي. بابا هيعدي ولا لا؟ لا عندهم خسارة واحد. عندهم بابا بس. يلا 1 2 3 4 5. الله اكبر. الله الله. 1 2. الله الله. لا كده بابا كان ده بابا ما كانش بيلعب غيرها بقى ولا ايه؟ طب شطاره حلاوه طعامه كده. يبقى الفريق ده هو لا احنا متعادلين علشان احنا معديين حاجات. متعادلين متعادلين. يلا بقى نروح نشوف التحدي اللي بعده ايه ونرجع تاني على طول. جينا بقى لعبة الكور والاجوان. كل واحدة عارفة هتعمل ايه. عمال يقول لك يا امام بيوصيكي على ايه؟
احذف في مستوى دماغه. ايوه ايوه، عشان ايه الحدفه مالها؟ لازم تبقى في مستوى دماغك عشان اعرف اعطيها. اه قال لها نص مكسب الحدفه. هنشوف بقى. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين جدا؟ جاهزين. يلا مع العد بقى، واحد. يلا ايمان. الله يا ايمان. الله الله الله. واحد. يا سلام يا سلام. اثنين. يلا الله. اثنين. هاتوا الكور بسرعه. حاسه بفدائي فدائي فدائي. يلا يا ماما. الله 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 الله. لا لسه لسه، انا ما قلتش. انا ما لعبتش. انت يا حبيبي يا حبايبي. ما تحدفهاش. يلا كل واحد بقى كورته. اثنين هنا. يلا اثنين هنا. الله. ايه في اللي بيحصل؟ ماشي. ثلاثة. الله يا بنتي لسه لسه لسه، انا ما قلتش. يلا يا انعام لسه. لا دي ما تحسبش دي. يلا ثلاثة. الله الله الله. ماشي أربعة. الله الله الله. أربعة. خمسة. خمسة إيه احنا اللي يلا خمسة. الله الله الله. هاتوا قوة شوية نظام يا بنتي. ستة يا بنتي. استنيني يا بنتي. إيه اللي انفعال ده؟ هو يا بنتي. مش ممكن كل واحدة معاها كورة. ثانية واحدة. ارجعوا بقى ارجعوا. يلا كل واحدة معاك كورة. احنا عند ستة. كل واحدة معاك كورة. كل واحدة لعبت ستة. احنا كده واحد صفر. محدش يرمي الكور. مش لما يبرق لك ترمي، لما انا اقول لك ترمي. ما تبرق لهاش. بتتوتر لو سمحت. يلا سبعة. الله سبعة. الله هاتوا الكور بسرعة. يلا يلا ارجعوا مكانكم. استني ما برق لك. استني ثمانية. يلا اه حلوة قوي. ثمانية. الله فاضل كورتين. يلا يا ماما. تسعة. حلوة قوي. تسعة هنا. ما ترجعش. تسعة. جميل قوي الكلام ده. آخر كورة. واحد صفر لصالح الفريق الأحمر. عشرة. يلا ارجع ارجع. يلا عشرة. بابا يلا ها. الله. واحد صفر لصالح الفريق الأحمر. التبريئة جابت نتيجتها. تعالوا كده أهلا وسهلا. تعالي كده اتفضل جنب مراتك كده الحلوة. تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل إيه بقى. ألعاب التحدي كلنا مع بعض. جينا بقى للجينجا وهنشوف مين من الأسرتين اللي هيوقع البرج النهارده. يلا على طول نبتدي في الموضوع ونخش كده توتر مع أستاذ رزق. يلا يا أستاذ رزق. كلنا؟ لا واحد واحد. وكلكم إيه؟ إحنا هنوقعه جماعة؟ هتوقعه ولا إيه؟ واحد بقى. إيد واحدة. إيد واحدة. إيد واحدة بس. هتمسكها كده. أيوة كده. الله يا أستاذ رزق. أول ما خلاص هي واحدة. هي دايما اول واحده اسهل واحده. شفت بقى انا طيبه ازاي. يلا يا استاذ اسماعيل. تاني واحده برضو بتبقى سهله زيها. يعني الابهات حضرتك ممكن ترجع عادي. اخر واحده. اخر واحده من فوق. الابهات بقى ايه؟ برافو برافو. يلا يا ماما. نعم. اه تعالي كده تعالي كده. يلا بص. الله يا الله يا ماما. عارفه هتعمل ايه؟ باي لوك على فكره. باي لوك ها؟ جت. لا 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 دي الثالثه بتاعتهم. اعمل ايه؟ جنبه. اه اللي جاي زحمي بقى. شكرا. يلا يا ماما. ايمان. اماني ولا ايمان؟ ايمان. ايوه. اي ايه يا ايمان؟ الثقه برضه. الثقه مش سهله. يلا يا ماما. بتقولك سهلة يا ماما. ماما هتوقعها. مش سهلة يا ماما. مش سهلة ولا سهلة؟ مش سهلة. يا نهار أبيض بقت صعبة أوي. طب حطيها في الطرف معلش عشان الولاد. ما الولاد نفسهم يلعبوا. يلا شكرا. يلا حبيبي. إيه ده؟ بالراحة بالراحة. كانت هتقع حالا. لا يا سليمو. سليمو مش دي. شاطر. كانتش دي اللي انا عاوزها.
هو انت مين صعب؟ ما هي بتصعب بقى كل شويه، ما احنا عايزين نعرف مين اللي هيوقع البرج. يلا يا سول، يلا يا سول. بالراحه يا ياسر وانت داخل. ايوه يا سلام على التأني حبيبي، بلاش دي، انت زي ماما. تهور رهيب. بالراحه. يعني ماشي. ياسر انت متاكد من الخطوه دي؟ ياسر عنيد والله، برافو. عنيد جدا، عنيد بس عنده بيوصله يعني ساعات ساعات بيوصله، وساعات وساعات او ساعات. ايوه انت بتعمل ايه يعني؟ هو كده هيقف خلاص؟ وقع ياسر، سيبه. الله. العند بيولد ايه بقى يا جماعه؟ نتعلم ايه؟ ان العند اخرته وحشه جدا جدا جدا. يلا نشوف بقيه العاب التحدي اللي عندنا النهارده ايه، ونشوف هيعملوا فيها ايه. لتحدي الجرادل، هنشوف مين اكتر اسره هتحافظ على اكبر عدد كور في الجردل اللي معاها. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. الله، اي 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 اي، وقع كتير قوي. يلا وقع هنا برده كتير قوي. اللي بعد، يلا يلا يا ياسر. نزلي يا ماما وانت اطلع بايديك. يلا خلاص يا ايلا، تعالي بالكور اللي جات لك، تعالي هنا. يلا الاسره دي خلصت، تعالوا هنا، تعالوا هنعيد. انا خلصت. تعالى يا تيمو، هات الجرد. نقف بقى كده اسره اسره. انت تقف امسك الجردل بتاعك. يلا، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه. كده الفريق الاحمر تسع كور، الفريق الاصفر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، سبعة كور. الفريق الأحمر هو اللي كسب التحدي ده. تعالوا نشوف التحدي الجاي مين اللي هيكسب. جينا لتحدي فرقعة البلالين، وهنشوف بقى الأستاذ سليم ولا الأستاذ ياسر اللي هيوصلوا للبالونة الخضراء الأول. جاهزين تشجعوا الشباب؟ جاهزين. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو على طول. الله، يا ما تتحرك. برافو يا سليم. الله، برافو يا ياسر، برافو. اسرع بقى، اسرع. برافو. برافو، خطوه واحده يا ياسر، برافو. يلا يا سليم قدم يا سليم يا حبيبي. لا لا، انا بس اللي اقول. برافو جدع زي ما انت. خطوه واحده يا سليم، برافو. خطوه كمان يا ياسر، برافو. ها، ايوه خطوه كمان يا ياسر. ايوه خطوة كمان ياسر. من عندك بقى، من عندك. يا رب. تاني تاني. إن شاء الله تيجي. خش جوه شوية. خش هنا. أيوة. أيوة. يلا يا سيرو. ماشي. ركز يا سيرو. مش ممكن، من عندك. ارجع ورا سنة. يلا يا ياسر. يلا كمان خطوة بقى، خطوة كمان. يلا. خلص بسرعة جدا جدا جدا، وهو اللي وصل للبالونة الخضراء بسرعة. برافو السوري. يلا بينا على طول نشوف بقى مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. ومن اول الحلقة والاستاذ تيمو بقى جاي قال لي انا بلعب فيفا طول الوقت، واحب العب فيفا اكتر حاجة. فطبعا بلاي ستيشن تميم والاستاذ ياسر بيلعبوا ماتش قوي جدا، ابتدى اوريدي، ابتدوا سخنين جدا جدا جدا. الاستاذ تميم بيلعب بريال مدريد، وياسر بيلعب بباريس سان جيرمان، ولسه مضيع جون، والماتش سخن جدا. والجماهير، الجماهير في المدرجات تحيي الصوره، تحيي. يلا وتشجع كورنر. بقى اسمع، باريس بيهجم من اول الماتش هجوم عنيف جدا، ولكن واقفين له بالمرصاد.
ضعيفة يا ابني ضعيفة عارف لو ايه؟ لو كانت كويسة طبعا يا ابني كورة لسه مع باريس لسه مسيطر على الملعب بيباسي لريال مدريد بيباسي لباريس سان جيرمان كورة مع باريس برافو حلو قوي الكلام ده بيباسي باريس حلو قوي حلو قوي يا ابني يا لهو عليك يا كورتو يا كورتو جرب طب من زاوية تانية الله هو كورتو الله ايه انت بتصد بس لغاية دلوقتي انا عايزة هجوم يلا لا بس برضه شطور كورنر لباريس سان جيرمان يلا يا ياسر جون يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعة ريال مدريد جون بقى الجون صاحي ومفوز ده جون لسه بقول الجون صاحي مش ممكن 1-0 لصالح باريس سان جيرمان غدار فعلا غدار نيمار غدار نيمار الغدار برافو الكورة مع ريال مدريد اتضايق ريال مدريد اتضايق صحي بيحاول بس برضه باريس سان جيرمان بيحاول يلا قطع يا ياسر يلا واحد كمان قطع باريس سان جيرمان قطع الكورة مع الله 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 طويل قوي جونك قاعد ايه معلش طويل هنعمل ايه؟ ده في متر مفيش حد قدام باريس سان جيرمان لسه بيهجم مفيش ولا هجمة عايزين هجمة يا ابني 2-0 يا ابني 2-0 يا ابني لباريس سان جيرمان عايزين جول 2-0 لباريس سان جيرمان مش ممكن امباكت مش ممكن حلاوة طعامة شقاوة الكورة بقى يلا بقى يلا ريال مدريد بقى ابتدى يسخن بقى اتضايق بقى ريال مدريد يبقى هجمتنا بقى منظمه بقى لكن باريس سان جيرمان لسه بيسيطر على الملعب جميل قوي الكلام ده جميل قوي لسه هجمه تانية خطر ريال مدريد دفاع قوي جدا دفاع بس عايزين هجوم باريس حاطط ريال مدريد في وسط الملعب كل اللعيبه قاعدين معاه مش ممكن يا جماعه يلا بقى ريال مدريد بقى يلا بقى البول انت بتعمل ايه بتعمل ايه بتشوطها لمين هيجنني ايه ده بتعمل ايه بتعمل ايه يلا باريس سان جيرمان تاني باريس مستريح قوي اوفسايد معلش انت متاثر ليه لا لسه في شوط تاني وليه ماشي يلا بينا يلا على الشوط التاني باريس سان جيرمان يلا ايوه حلو الكلام ده الله يا ابني على الترقيصه الله يا ابني ميسي ارجع تاني معاك كوره الله قاعد يلا باريس سان جيرمان معاك كوره ايوه بقى حلو ده قوي باريس سان جيرمان حلو يا ابني يلا كمل يلا باريس سان جيرمان بنزيما حلو قوي الكلام ده الله يا ابني الله يا ابني اوت قريبه قوي بس اوت يلا يا تيمو يلا الدفاع فعلا الله 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 ايه ده دفاع ريال مدريد اعيد لك صاحي متضايق بس ما عندهمش هجوم ده غدار قوي مفيش هجوم مين اللي غدار بالظبط نيمار يا عيني انت لسه قاعد مع نيمار زمان ده يلا عادي جدا بتحصل جدا يلا يا ريال مدريد يلا بقى هجوم بقى مش مرتد هجوم بقى بتباصي لمين يا ابني باريس سان جيرمان 3-0 ريمونتادا يا جماعه مش ممكن مش فظيع كيليان امبابي فظيع امبابي برضو ده ايه اللذيذة دي لا ده ماتش مولع ماتش مولع بالنسبه لك دفاعيا لريال هجوميا لباريس دفاعيا لريال هجوميا لباريس طبعا والكره ايه غير دفاع وهجوم لا 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 مش ممكن برافو يلا شباب الكرة مع باريس سان جيرمان رجعت تاني باريس سان جيرمان بيباصي يلا يا آسف باريس مسيطر جامد قوي وريال مدريد قاعد له جامد قوي حلو قوي الكلام ده يلا اطلع بالكرة يلا بنباصي بقى اهو بقى باصيله حلو قوي حلو نباصي تاني حلو جدا اهو حلو قوي قربنا نهجم حلو قوي حافظ يا ابني يلا حلوة جدا اهو قربنا على الجون بنعمل ايه؟ لمين بقى؟ لا يلا تاني اهو مفيش باريس سان جيرمان ريال مدريد هل هيجيب جون قبل ما نقفل ولا لا؟ هل هنزود سكور باريس سان جيرمان قبل ما الماتش يقفل يا ترى الرابعة جاية يا ترى عارضة تانية مش ممكن عارضة صدى تالتة لا إصابة يا جماعة
اثاره ومتعه وتشويق. مش ممكن مش ممكن الله يهديك. مش ممكن الله يكرمك. عرضه 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 عرضه. مش ممكن مش ممكن الحظ يا حبيبي. يلا اخر كوره دي غالبا كوره مع باريس سان جيرمان. لسه بيهجم برضو زي اول ماتش. ماتش غريب جدا لكن ريال مدريد بيقطعوا ودوري ابطال اوروبا. مبروك باريس سان جيرمان. مبروك اسطوري. هارد لاك لريال مدريد. معلش يا ابني معلش. بتحصل في احسن العائلات وفي احسن الماتشات. الولد ماشي بائس جدا. هنروح نعالج الموضوع ده ونرجع نكمل العابنا وحوادثنا وحركاتنا. يلا بينا برو. بقى للكونكت فور وهنشوف بقى الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر اللي هيكون بسرعه صف اسرع. جاهزين؟ جاهزين. وانت قاعده مكانك كده هتدي الكوره لماما؟ ماشي اوكي. يلا الفريق الاحمر الاول. واحده واحده بقى. ايه عشان ما نخشش في بعض. احمر ما جت. برافو. اصفر الله. احمر يلا سيطره سيطره. اصفر نركز يا نعيم. احمر يلا يا ماما. برافو يا ايمان. اصفر اعلى شويه. برافو. اهي ده هاتي. يلا يا ماما. ماشي اصفر. فاضل لك واحده. فاضل لها واحده من هنا او من هنا. يلا يا ماما. يلا يا ماما. اصفر. يلا يا ماما. ماشي حلو قوي. قفلتيش عليها بس حلو. احمر تاني احمر. ها ها ها. يا نهار ابيض. ده ايه الماتش السريع ده؟ الفريق الاحمر كسب بسرعه جدا جدا جدا. يلا نروح بسرعه نشوف يا وكتوزه هيقول لنا ايه النهارده. يلا اهلا بيكم يا اصحابي. دلوقتي البالون هتاخدنا وتطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز بسينو عن الوظائف في مصر القديمه. يلا بينا نشوف. قول لي يا سينو، احنا عرفنا قبل كده ان المصريين القدماء كانوا بيدرسوا في بير عنخ اللي هي معبد يعني. طيب بعد ما بيخلصوا الدراسه بيعملوا ايه؟ بيطبقوا اللي درسوه ويخدموا الشعب. كيمت الموظفين كانوا هم الاساس القوي اللي قامت عليه كيمت. المزارع بيروح ارضه والصياد بيحضر معداته والجندي والكتاب والطبيب وغيره وغيره. أصل أنا بحس إن كل المعلومات عرفناها عن طريق الحملات العسكرية للملوك أو أشهر الآثار اللي سابوها من بعدهم. وهو مين اللي ساعد ملوك كيمت في حملاتهم العسكرية وتصميم وبناء آثارهم؟ أكيد موظفين وعمال كيمت. قول لنا طيب أشهر الموظفين في مصر القديمة؟ فيه كبار الموظفين زي المهندس حمقيونو. أنا عارفه يا سينو، المهندس حمقيونو كان من كبار رجال القصر في عهد الملك خوفو في الأسرة الرابعة، واكتشفوا مكان دفنه قصاد الهرم الأكبر بالظبط. ده لأنه كان المسؤول عن بناء الهرم الأكبر. يبقى موظف ولا مش موظف يا يحيى؟ معاك حق يا سينو، ده كمان ليه تمثال تم اكتشافه موجود دلوقتي في واحد من المتاحف في دولة ألمانيا. بمناسبة الملك خوفو هحكي لكم حدوتة اسمها الملك والقرار الحكيم. في يوم من الأيام مجموعة من الشعب طلبوا يقابلوا الملك خوفو، وفعلاً الملك قابلهم عشان يعرف إيه طلباتهم، وكان عندهم شكوى خلت الملك ياخد قرار في الحال. الناس وقتها اشتكوا إن عمال التماثيل بيطلبوا أكتر من حقهم، وطلبوا من الملك إنه يأمرهم بالرجوع عن أفعالهم. الملك قرر وقتها إنه مش بس هيعاقب اللي غلط، لكنه قرر إنه يكون زيه زي باقي الشعب ويتوقف عن صناعة تماثيل لنفسه. يعني الملك خوفو ملوش تماثيل خالص؟ رغم إنه بنى أكبر هرم في تاريخ كيمت ملوش إلا تمثال وحيد. طيب ياسينو، مين تاني غير حمقيونو نقدر نقول إنه من الموظفين اللي كان ليهم أهمية في كيمت؟
في نفس الأسرة الرابعة كان في الموظف دبحن في عهد الملك من كورع، واللي له بردية شهيرة كاتب فيها إن كل العمال اللي بنوا الهرم أخدوا حقهم وإنه عمره ما سرق ولا كان طماع. وقبلهم كان المهندس العظيم أم حتب، واحد من أشهر مهندسين كيمت، وهو باني هرم الملك زوسر المدرج في عهد الأسرة الثالثة. تمثال أم حتب موجود دلوقتي في متحف اللوفر في باريس عاصمة فرنسا، ومن التماثيل اللي بشوف صورها دايماً تمثال الكاتب المصري القديم وهو بيستخدم ورق البردي وبيكتب عليه. تمثال الكاتب المصري بيعرفنا أن الحضارة المصرية القديمة من أول الحضارات اللي عرفت فكرة استخدام القلم في الكتابة. ومن التماثيل المهمة كمان تمثال شيخ البلد المصنوع من الخشب. ايه تمثال شيخ البلد ده يا يحيى؟ ده من كيمت برضو؟ ايوه يا سينو، شيخ البلد ده اسمه في العصر الحديث، لكن هو تمثال كبير للكهنة كان عايش في عهد الأسرة الخمسة. دلوقتي بقى يا أولاد أنا عاوز أعرف منكم، كل واحد فيكم عاوز لما يكبر يشتغل ايه؟ أنا عايزة أبقى رسامة مشهورة، وأنا مهندس أبني في بلدي زي المهندس العظيم أم حتب. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قلولي بقى إيه رأيكوا يا أصحابي؟ حلوة. تم اكتشاف تماثيل أثرية مهمة قوي، ومن أهمهم تمثال الملك زوسر واللي يعتبر من أقدم التماثيل بالحجم الطبيعي. ودلوقتي خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. بقى لمطبخنا الحلو، والنهارده هنعمل حاجات يامي ولذيذه جدا جدا. هنعمل عصير حلو مع الاساتذه الحلوين دول، عصير فراوله سموذي جميل قوي. مين بيساعد مامته في المطبخ؟ انا. بجد بتعملي ايه؟ بساعدها في الاكل. في الاكل بتعملي ايه بقى معاها؟ بعمل حاجات كتير. زي ايه؟ يعني بساعدها وبحط لها دقيق مثلا مثلا لما بتقول لك هاتي الدقيق هنا تحطيه لها على طول. وانت يا استاذ بتساعدها؟ لا. ليه ما بتساعدهاش ليه؟ اعمل في المطبخ. تعمل ايه في المطبخ؟ تشيل معاها اطباق، تغسل لها مواعين، تقول لك هات الدقيق، تجيب لها الدقيق، تعمل لها عصير زي اللي هنعمله دلوقتي حالا ده. ايه رايك؟ علمها حاجه تعملها لها ماشي، وتعزمها عليها. ايه رايك؟ ماشي. تعالوا بقى نتعلم هنعمل ازاي عصير سموذي فراوله خطير. مين بيحب الفراوله قوي قوي؟ انا. والفراوله كمان مفيده قوي قوي، فيها فيتامين سي كمان، صح؟ طيب هنقول لماما ايه؟ هات لنا فراوله يا ماما، صح كده؟ ونقوم حطينا في البلندر. اتفضلوا حطوا فراوله. انتوا لابسين جوانتيات بقى عشان ايه؟ ايوه تعيشوا حياتكم. يلا هنحط فراوله بس كده. ماما هتغسل الفراوله، انتوا مالكم مكسوفين اهو. ونحط الفراوله. وبعدين ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايس كريم فراوله. هنقول لماما هتجيب لنا ايه؟ ايس كريم فراوله. ونقوم حطيت الفراوله على ايس كريم الفراوله كده اهو. يا سلام يا سلام، الصوص بتاعه بكل حاجه بحركاته كلها. حلو الكلام. حلو. ممكن معلقه يا استاذه؟ معلقه. انت استاذ معلقه بسرعه تيمو، معلش احنا مطولينكو. ايوه شكرا شكرا يا ست البنات. بس لا علشان بس ما نوقعش بقى، ما احنا مهم قوي ان احنا واحنا بنساعد ماما ان احنا نخرج من المطبخ ما نسيبش المطبخ بقى فوق بعضه، صح؟ يبقى المطبخ نظيف وحلو. طيب حطينا الايس كريم بتاعنا، هنحط ايه؟ فاضل ايه؟ لبن. ايه رايك؟ يلا حط اللبن. يلا يا سيدي حطه كله. يلا فداك. لبن مفيد وجميل. حلو قوي الكلام ده، اللي مش عايزين نحطه تحت بقى على طول. طيب ونحط شويه ايه بقى عشان يسكروا لنا الموضوع؟ ده ايه ده؟ عسل. ممكن نحط شويه عسل؟ حطي انت عسل. يلا يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا ايه؟ فراوله وايس كريم فراوله. حلو، كفايه كده عسل ولبن وعسل حلو شكرا.
خليكي زي ما انتي كده، هو زي ما انتي ايديكي جواكي كده ماشي. وبعدين نقوم حاطين شوية عسل زي ما هي عملت كده، السمالة سمالة، ونقوم قافلين البلندر وحاطين الخلاط ودايسين على الخلاط. دوس على الخلاط على واحد كده بس كده. ايه رأيكم؟ خد وقت؟ خد وقت خالص ماشي. هو احنا هنصب الصبنا كده؟ ايوه ماشي. حلوه قوي. جايبين بقى الكوبايات الحلوه بتاعت السموذي. عندي واحده زيها بجد. طب حلوه قوي عشان تعرفي تعمليها في البيت زيها بالظبط. نجيب السموذي الحلو بتاعنا العظيم ونقوم صبيه بس كده. ما خدش وقت خالص. لذيذ ويامي ومفيد وساقع. وفي ممكن نعمله في الشتاء. وممكن نعمله في الشتاء طبعا، الفراوله بتطلع في الشتاء كمان. طب بصي انا وقعت حته، ممكن تيجي تنضفي الحته اللي انا وقعتها دي؟ هاتي المناديل يلا بسرعه. وانا ايه هقفل انا البلندر او الخلاط. يا سلام على الاقتصاد، يا سلام عاجبني اقتصادها جدا. ونقوم منضفين كده اهو، كده اهو، كده اهو بسرعه. وقافلين على الغطا كده. اقفلي بقى، مش عندك زيها؟ يلا اقفل انت عليها. ايوه ايوه كده. ونقوم قافلين 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 كده اهو. شطاره. ايه رايكم تدوقوا بقى وتقولوا لي ايه الاخبار؟ دوقوا بقى عمايل ايديكم. حلو. حلو قوي قوي. حلو جدا. بس خلاص هتعملوا بقى لماما في البيت؟ عرفت تساعدها في ايه ولا ما عرفتش؟ ماشي يلا تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه مع اخواتهم اكل النهارده. خدوا بقى ده وادوه لمامي عشان تدوقوا، ونشوف بقى اخواتكم هيعملوا ايه. يا سليم يا ياسر، يلا هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل برجر بطاطس. يام 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 يام. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. ساعدوا ماما في المطبخ؟ اه. بجد بتعملوا ايه؟ اخرنا منديها كل حاجه هي عايزاها. اوكي. وانت بتعمل ايه؟ اخر ساعتها في المواعين بس. طب حلو، ده حاجه مهمه قوي انت تغسل مواعينك دي، يعني كتر خيرك والله. طيب ايه رايكم بقى نعمل برجر بطاطس؟ كلتوه قبل كده؟ لا. طب انا اعلمكم بقى حاجه ظريفه جدا. دي ايه يا ولاد؟ كريم. دي بطاطس. بطاطس. بطاطس مبشوره. بطاطس مبشوره. نقوم حاطينها كده اهو كلها. حلو الكلام. حلو. جبنا بطاطس قشرناها سلقناها بشرناها. طبعا ماما ممكن تقشرها وتسلقها وانتوا تساعدوها في ان انتوا تبشروها. سهله دي؟ سهل. طيب هنحط ايه بعدها؟ عندنا ايه كمان؟ هات بقى اللي عندك كده وقولي عندك ايه. ده ايه ده بقى؟ اقول لك انا ده ايه. ده حمص مدحون. عارفين الحمص؟ اه. جايبين حمص وطحنينه عشان نحطه مع البطاطس. يبقى احنا حطينا ايه كده؟ حمص. وايه كمان؟ بطاطس. وبطاطس مبشور. حلو قوي. ماشي. لا خلي ده بعدين شويه. هنحط ايه كمان؟ ده ايه؟ مشروم مطحون زي الايه؟ زي الحمص. زي الحمص المطحون. يبقى كل حاجة مطحونة بالظبط عشان كله يتطحن في بعضه ونعرف نعجنه في بعضه. طيب ايه كمان؟ اللي مش عايزينه ننزله تحت على طول. اوكي؟ هنحط ايه بقى؟ عندنا شوية خضروات وشوية حاجات يامي هنا. ده توم مفروم. حط شوية توم. ماشي؟ شكرا. مش كلهم طبعا. وده بصل مفروم. نحط شوية بصل كده اهو. هنجيب فلفل اسمر وملح. لا خليهم في الآخر. اللي قدامك ده ايه؟ ده بقدونس مش جرجير. بقدونس. نقوم حاطين بقدونس بقى مع البطاطس. ما اقولكوش نحط البقدونس كده اهو. حلو كده شويه بقدونس حلوين. طماطم. لا دي مش طماطم، ده فلفل ملون. فلفل احمر. ممكن نحط ملون اكتر، اصفر احمر اخضر. احنا النهارده محضرين معانا الفلفل الملون. طبعا يا ولاد لو انتوا في البيت قاعدين بتتفرجوا على الاكله دي او عايزين تعملوها لما انتوا تروحوا انت او هو استاذ ياسر واستاذ سليم، مش لازم بقى تقولوا لماما احنا ما عندناش فلفل احمر مش هينفع نعمل الاكله. ممكن نعملها بفلفل اصفر، ممكن نعملها بفلفل اخضر عادي. يعني نعملها باي فلفل الوان. اي فلفل الوان بالظبط كده. يعني مش لازم يبقى احمر بس احنا محضرين الاحمر. دي ايه بقى؟ كابوتش. لا خس. مين يعرف ايه ده؟ خس. لو شميتها تعرف. دي كوسه مبشوره. كوسة. ايوه كوسه بشرينها. نقوم حاطين الكوسه المبشوره كده اهو. ف
فوائدها بقى ما اقولكوش، احنا مش هنحس بطعمها قوي على قد ما نحس بفوائدها. وبعدين نقوم عاملين ايه يا شباب؟ فلفل. نقلب الاول كده القلبة تقليبه حلوه عشان نحط الفلفل والملح. جاهز تحط لنا فلفل وملح؟ جاهز. يلا حط لنا فلفل وملح. انت هتحط الفلفل؟ ماشي. انت هتحط البقسماط؟ ماشي. يلا كلها. طبعا الاكله دي فيها بروتين نباتي، فيها خضار. البروتين النباتي بيقلل الخطر بالاصابه بامراض القلب لا قدر الله، بعد الشر على الكبار والصغيرين يا رب. وكمان السكر. حط شويه فلفل كده حلوين. ايوه كده بهارات بتبقى حلوه. بيساعد كمان في خفض الكوليسترول الكبار الحلوين، عشان بس نبقى عارفين احنا بنعمل ايه لبابا وماما ونقول لهم فوائدها. تاني بيظبط ضغط الدم. لا كده حلو. حط بقى في ملح. خلاص حلو كده. ماشي حلو قوي. انا لا حلو كده. حطيت ملح كويس انت ولا ايه؟ لا انا واثقه فيك. كمان. حط كمان. ماشي. نقعد بقى ايه نقلب كده اهو. انا محتاجه احط الزيت على النار عشان يسخن. هنحط شويه بقسماط وننضف. ممكن ننضف هنا حوالين ده. انا هاجي هنا احط الزيت بتاعنا على النار عشان يسخن. يلا نحط بقسماط. حط لا حط كده على طول. حط كده على طول. اللي بيحبوا الدايت بقى يحبوا الاكله دي قوي 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 قوي، لان الاكله اصلا بتساعد ان احنا ايه نظبط الوزن بتاعنا. انا معلش هساعدكم يا شباب عشان ايه منعا للمشكلات والبهدله. بالظبط كده. هنقعد احنا بقى ايه نقلب. انت اقعد قلب ارجوك. الله عايزين ننضف ورانا اول باول. الزيت بتاعنا بيسخن. انت هتقلب من غير لما توقع. مش كده يا سليم؟ اي سليم يا سليم هقعد الم وراك. يلا بواحده بس بواحده بس بواحده بس هتبقى اسهل. وانت بقى انت بقى يا استاذ انا محضره لك الخلطه بتاعتنا اوريدي جاهزه. يعني دي كمان شويه هتبقى شبه دي. هبقى طالبه منك تعمل لي ايه؟ كور. كور البرجر بتاعتنا. يلا اعملها لي. طبعا الخلطه للاستاذ سليم بيقلبها دلوقتي. يقعد يقلبها اكتر 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 ويعجنها كمان بايديه، وبعدين نحطها في الثلاجه شويه. لازم نحطها في الثلاجه عشان تمسك نفسها بتاع 10 دقائق مثلا، ربع ساعه حاجه كده يعني. ايه رايك بقى تسيب المعلقه وتعجن بايديك عشان احنا لازم ندخلها في بعضها. يلا شكرا على المعلقه قوي كده. كده ازاي اعجنها بقى بايديك كده؟ ايوه كده. هنقعد نعجن بايدينا وبعدين هندخلها التلاجة زي ما قلنا. قد ايه يا ولاد؟ 10 دقايق. 10 دقايق ربع ساعة. كل ما يعني تقعد شوية كل ما تبقى ماسكة نفسها أكتر. بس لو احنا مستعجلين بقى وعايزين نعمل الأكل 5 دقايق لماما. لا مش لدرجة 5 دقايق، 10 دقايق. حلو قوي الكلام ده. ماشي جميل. يلا اللي بعده. طبعا أنا محضرة برضو المقاس المثالي عشان يبقى برجر ماسك نفسه كده. تخنها شوية، أنت عاملها رفيعة. ده المقاس المثالي للبرجر اللي انا محضره لكم. حطها هنا بقى جنب اخواتها. وابتدي اقلي الزيت. ابتدى نسمع انه سخن وابتدى يقدح. نقوم عاملين ايه ننزلها بالراحه عشان ما نلمسش الزيت. وطبعا نخلي بالنا احنا اللي بنمسك الزيت. احنا ماما اللي ممكن تساعدنا في المرحله دي. يعني احنا هنحضر لها العجينه، نحضر لها البرجر، ونحضر كل حاجة زي ما الأستاذ سليم والأستاذ آسر كده أمارات وبيعملوا شغل عالي جدا جدا جدا. إنما ماما هي اللي هتحط في الزيت. أرجوكوا يا ولاد. حلو قوي، جميل قوي اللي أنت عملته ده بقى يا أستاذ. هنقوم حاطينه فين؟ التلاجة. التلاجة. يبقى إحنا وصلنا للمرحلة الهايلة جدا بتاعة العجن اللي هو بيعملها دلوقتي. اللي مين بيعملها؟ سليم بيعملها. تاني مرحلة بعد ما تطلع من التلاجة هتبقى شبه العجينة دي ماسكة نفسها أكتر. هنعمل المرحلة اللي آسر بيعملها. تالت مرحلة هنقوم مدينها لماما كده جاهزة حلوة. نقول لها يا ماما حطيها لنا في الزيت. تطلع في الزيت. هنحطهم كلهم في الزيت. يطلعوا إزاي في الآخر؟ يطلعوا إزاي؟ ما أنا مجهزة لكم برضو. يطلعوا حلوين ويم يم وطعمين. شكرا جدا. هنقعد بقى نحطهم كلهم أهو
ونسيبها تستوي براحتها. البرجر بتاع البطاطس بتاعنا دي طبعا تنفع بقى في اللانش بوكس، تنفع واحنا بنذاكر، حاجه لذيذه جدا، تنفع مقبلات مع الاكل واحنا بناكل، تنفع سندوتشات نعملها برجر بطاطس ونحطها مع عيش وسندوتشات وكده. خلاص احنا خلصنا هنا، هنشيل دي في التلاجة، هنقلع الجوانتي ونشيلها في التلاجة، شكرا، وننضف ورانا بس كده. كاننا شلناها في التلاجة، ايوه، اقلع الجوانتي، نضف ورانا، اللي هيطلع هنحطه على المناديل. عايزاكوا ايه؟ انت خلاص بقى، شكرا، الأخيرة، يلا. شطارة، حلاوة، طعامة لذاذة، وكمان طعمها لازم تدوقوه، خطير. أنا محضرة لكم بقى الجاهزة، دوقها وانت دوقها، وبكده يبقى وصلنا لغاية نهاية الرحلة بتاعتنا. دوقوا دوقوا بجد، نهاية الرحلة بتاعتنا هندوق بقى أكلنا الحلو ونروح نغني أغنيتنا الحلوة. بس دلوقتي نقول لهم اتبسطتوا؟ اه أوي أوي؟ طب قول لهم باي باي، يلا باي.